بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم النهاردة عن سيكشن الأرشيسلاب. الأرشيسلاب هو نوع من أنواع البلاطات، زي بالظبط زي الهولو بلوك والفلات سلاب والبانل دبيم اللي خدناهم قبل كده، وهناخد الترم دوات السطوس برضو نوع من أنواع البلاطات. الأرشيسلاب ده نوع من أنواع البلاطات. هناخد بعد كده في الأرش جردر، وده النوع الكاميرا نفسها هي على شكل أرش، لكن ده النهاردة البلاطة نفسها هي اللي على شكل أرش. فكرة الأرش سلاب دي بتحول المومنت، إن يكون المومنت على الأرش بيساوي زيرو، وده بيسبب لي إن الأريا كونكريت هتساوي هتبقى الأريا بتاعت الكونكريت صغيرة جدا، والأريا بتاعت الستيل في البلاطة دي صغيرة جدا. إزاي بقى بحول المومنت ده بيكون بيساوي زيرو، أو ليه هو بيساوي زيرو؟ أي بلاطة عادية عليها مومنت بيساوي W في ال تربيع على 8، فبيديني بارابولا للبندنج مومنت. انا عايز اعمل شكل البلاطة نفسه يبقى عكس شكل البندنج مومنت، فبدل ما بالبلاطة كانت عادية وعدلة هقلبها لفوق عكس البندنج مومنت، فهيكون القطاع اتحرك باكسنتريستي لفوق، فشكل الارش سلاب هيبقى عكس شكل البندنج مومنت، فهيديني ان المومنت بيساوي زيرو. شوف ازاي هنا القطاع بتاعي في مكانه عليه مومنت وعليه الحمل بتاعه. لما اجي انقل القطاع دوت من مكانه، طبعا احنا عارفين المومنت بيساوي المسافة في القوة. لما نيجي نقول بقى المسافة اللي احنا عايزين هننقل بيها القطاع من مكانه لمكان تاني، والارش بدل مكانه العدل اللي هو الافقي او البلاطة في الافقي هنقلها في مكان الارش سلاب، هنقلها بمسافة قد ايه بالظبط؟ البارابولا بتاعت البندنج مومنت كل ما بتيجي عند النص الاكس بيساوي ال على 2 بيديني اقصى بندنج مومنت. عشان كده الارش بتاعي اقصى قيمه للارش واقصى قيمه لارتفاع الارش بتكون في النص عند اقصى قيمه للبندنج مومنت. الاكسنتريستي دي هتساوي ايه؟ هتساوي المومنت على البي. المومنت زي ما انا قلت بتساوي القوه في المسافه، بالاكسنتريستي دي او المسافه دي تساوي المومنت على البي. القطاع بدل ما كان هنا هيتنقل فوق بمسافه مقدارها اي، فهقدر ان بدل ما كانت البلاطه بالشكل العدل وعليها بندنج مومنت بقيمه، لا انا عكست الاريا الكونكريت نفسها بتاعت الخرسانه، عملت الشكل البلاطه بدل ما هو كان افقي شكل الارش سلاب، فاداني ان قيمه البندنج مومنت عند الارش سلاب تقريبا بصفر. المسافه او الاسبان ما بين الكولوم والكولوم اللي بعده هتبقى من 6 ل 8 متر، اللي هي المسافه الاس دي من 6 ل 8 مسافه ما بين الكولوم والكولوم اللي بعده. لو انتوا واخدين بالكم ان الاعمده دي اعمده خارج اللي فاتت، في دي الهوريزونتال بيم ودي الفيرتيكال بيم. الهوريزونتال بيم تشيل الرياكشن الافقي اللي جاي من الارش سلاب، والفيرتيكال بيم بتشيل الرياكشن الرأسي اللي جاي من الارش سلاب. وهنشوف دلوقتي كل الكلام ده هيوضح في المثال دي. الحالة دي طبعا مش هينفع اقول الحالة الاولانية اللي هو متحملة اللي احنا قلنا عليها، هنجيبها اقصى مومنت عند الاكس بيساوي ال على 4، ودي اقصى قيمة. قلت بقى هنجيب ازاي الار دي مش طبعا مش هينفع طبعا نقول الحمل في ال على 2، نجيب الار 1 وزي الار 2، لا دول مختلفين. طب هتجيبها ازاي؟ سيجما المومنت عند النقطة في اليسار دي هنجيب منها مين؟ الار 2. طب سيجما الاف واي هنجيب منها للمنشأ كله، هنجيب منها الار 1. يبقى انا كده اقدر ان انا استنتج قانون الار 1. طيب انا بقى معايا الار 1 والار 2، طب انا عايزة الاتش عشان اقدر اصمم الكاميرا الافقية، اجيبها ازاي؟ سيجما المومنت عند انا قلنا دي 3 هنج فري، يبقى الارش ده عبارة عن 3 هنج فري، يبقى دي هنج، يبقى سيجما المومنت على نقطة الهنج اللي فوق دي في أعلى الأرش هجيب منها مين؟ الاتش. تمام كده. والنورمال بقى اللي هو القانون اللي احنا قلنا نحفظه، والمومنت هنحفظه اللي هو الدبليو في ال تربيع على 90. أو خلاص بقى أنا معايا الأر واحد والاتش، أقدر إن أنا أحسب المومنت عند الإكس بيساوي ال على 4، هيديني القيمة اللي هي الدبليو بتاعت اللايف في ال تربيع على 64. دي هتتحفظ في وقت الامتحان. طب إيه القيم بقى المطلوبة مني إن أنا أحل بيها المسائل وأحل بيها المثال دلوقتي؟ طبعا الار 1 ملوش لازمه والار 2، اهم حاجه عندي اللي هو الهوريزونتال والار 2، الهوريزونتال والار 1 والار 2 بس، مش في انا مش عايزاهم في القيم
بتاع ان الجي بس هو اللي بي او الديد لود هو اللي بيأثر بس على المنشأ كله. طب انا عايزة بقى لو اللايف لود هو اللي بيأثر، اللي انا بجيب منه اقصى مومنت، طبعا الاكس بيساوي 2/5L، دي ملهاش لازمة ملكش دعوة بيها ومتحفظهاش خالص، هنحفظ بس اللي احنا قلنا عليها اللي عند الاكس بيساوي النص ال، ودي القيم بتاعتي وتقدر تثبتها بالطريقة اللي انا قلت لك عليها. طب هنشوف في المثال هيسهل عليك اللي احنا قلنا عليه ده كله، هنمشي معاك واحدة. كل اللي فات اللي انا قلته ده كله كان شرح، طبعا مش هنستوعب منه كتير قوي الا لما نشوف المثال. هتشوف المثال هتلاقي ان الارش سلاب ده بسيط جدا وبيتحل بطريقه سهله. تعال معايا نشوف المثال ده هنقدر نحله ازاي. معايا بلاطه ارش سلاب بتغطي هول صاله 16 متر في 60 متر، يبقى الاسبان بتاعي 16 متر ماشي بقى قد ايه في مسافه قد ايه في 60 متر باي انفورس الكونكريت بارابولك ارش سلاب، يبقى طلبني ان انا اغطي الصاله دي بالارش سلاب. وستار ايه هي الداتا اللي مديها لي؟ الاف سي يو ب 250 كيلو جرام على سنتيمتر تربيع، الاف ييل 3600 كيلو جرام على سنتيمتر تربيع، الفلونج كفر ب 100 كيلو جرام لكل متر مربع، اللايف لود ب 50 كيلو جرام لكل متر مربع. هبدا الحل بتاعي زي ما متعودين، اول حاجه الاسيوم دايمنشن، اول خطوه عندي في اي حل اي مساله اللي هي الاسيوم دايمنشن. ايه اللي انا هفترضه في الارش سلاب؟ اللي هو سمك السلابه نفسها اللي هو تي اس بتساوي ال 12 سم. تاني حاجه قلت هفرضها ارتفاع الارش سلاب اللي هو في النص. ارتفاع الارش سلاب قد ايه؟ قلنا ان احنا نفرضه ال ال على من 6 ل 8، دي معموله من 5 ل 8 مش فارقه بقى، احنا هناخد كده كده اللي هو على 8، بس احنا هنعملها دايما ال على من 6 ل 8. طبعا عوضت ال اللي هي 16 سم اللي هي الاسباني بتاعي، ال 16 على 5 جبت القيمه وال 16 على 8 جبت القيمه، هاخد قيمه ما بينهم ودايما بفضل ان هو قيمه ثابته وليكن اللي هي ال 2 متر 2.5 متر ماشي. احنا طبعا ظهر معانا ال 2 متر فهناخد الاكتوبيه. نبدأ أول خطوة، خطوة عندي بعد الأسيوم دايمنشن هي حساب الأحمال على الأرش سلاب. أول حاجة هنحسب الديد لود، وعبارة عن التي اس زائد الفلون كفر في 1.4، هنعوض بالتي اس اللي هي باتناشر من 100 في الاتنين ونص، طبعا دي التي اس في الجاما كونكريت، معلش دي غلطة نعملها هنا في الجاما كونكريت، يبقى التي اس اللي هو 1200 في الاتنين ونص زائد الفلون كفر اللي هي كانت 100 كيلو جرام، وطبعا احنا هنا بنعوض بالطن. يبقى 1/10 طن لكل متر مربع، وهنضرب في 1.4 اللي هو الفاكتور اوف سيفتي بتاع الديد لود هيدينا 56% طن لكل متر مربع. بعد كده هيجي معايا اللايف لود، عبارة عن اللايف لود في 1.6، اللايف لود كان معايا ب 50 كيلو جرام لكل متر مربع، هنعوض بالطن لكل متر مربع، يبقى 5% في 1.6 فاكتور اوف سيفتي بتاع اللايف لود هيدينا 8% طن لكل متر مربع. بعد ما حسبت خطوه الاحمال ابدا الاول، اول حاجه هتقابلني ان انا ارسم الارش سلاب، ومعادله الارش سلاب اللي انا قلت عليها اللي هي الواي بتساوي ال 4 اف على ال ال تربيع في ال ال اكس ناقص ال اكس تربيع. انا طبعا عارفه قيمه الاف او الواي عند النص عند ال ال بيساوي 2 اللي هي بتساوي 2 متر، محتاجه بس الواي عند الاكس بيساوي ال ال على الاربعة، ال ال عندي في 16 على 4 يبقى يساوي 4 متر، يبقى هنجيب الواي قيمة الواي عند الاكس بيساوي الاربعة متر، الواي هيتساوي ايه بقى؟ هنعوض عن الاف بتساوي 2 عن ال ال بتساوي 16 وعن الاكس بتساوي الاربعة ال ال بتساوي 16 اكس بيساوي 4 يبقى هيساوي 1.5 متر. يبقى انا عرفت هنا ان الواي عن الاكس بيساوي ال ال على 4 وعند الاربعة متر هتساوي 1.5 متر. بعد ما حسبت كده في الار واحد المفروض ان احنا هنحفظها، بس انا هقول لك هتيجي منين على السريع. طبعا الار واحد والار اتنين مش مهم حسابهم لان مش هيدخلوا معايا في حساب اي حاجة، انا محتاجة بس في التحميل الاولانية اللي هي بحمل الديد لود على الارش سلاب كله واللايف لود على نص الارش سلاب، محتاجة بس قيمة المومنت ودي هي محفوظة، ومحتاجة النورمال ودي معادلة بعوض فيها على طول، مش محتاجة فيها الار واحد والار اتنين، ومش هستعملهم في حاجة في الار واحد والار اتنين في خطوة التحميل الاولى اللي انا بحملها نصها بس باللايف لود مش الارش سلاب كله. طيب الار واحد دي هتساوي ايه؟ الار واحد اللي هي اللي هنا دي
هتساوي ايه؟ طبعا الجي متحمله على القرش سلاب كله، فهنقول الحمل بتساوي ايه عشان نحوله لطن؟ الجي في الجي اللي هي بالطن لكل متر هنضربها في ال، تبقى جي في ال، اداني حمل في النص هقسمه على اتنين اجيب منه الار واحد والار اتنين، يبقى الار واحد والار اتنين اول خطوه فيها اللي هي جي في ال على الاتنين، دي اللي هو جاي من الدبلوت. طب اللايف لود بقى عباره طبعا اللايف لود مضروب في ال على الاتنين بس، يبقى اللايف لود هنضربه في مين؟ في ال على اتنين، يبقى البي في ال على اتنين، كده جبت الحمل اللي في النص هنا. طبعا الحمل اللي في النص هنا هياخد منه جزء هنا وجزء هنا، بس زي ما احنا عارفين الحمل قريب من الركيزة اللي هنا او من الهنج اللي هنا، يبقى اكيد رد الفعل اللي هنا هيكون اكبر من رد الفعل اللي بعيد عن الحمل، علشان كده ده هياخد المفروض زي ما انا قلت بقى البي في ال على اتنين في ايه تاني؟ على اتنين تاني، يبقى البي في ال على الاربعة. تمام كده؟ يبقى البي في ال على الأربعة، البي في البي في ال على الاتنين اللي هو الجزء ده اللي هو التحميل، جبت كده مين؟ الحمل. أضربه تاني في إيه؟ أقسمه تاني على مين؟ على اتنين المفروض، علشان أجيب مين؟ ده لو هم متساويين أجيب هنا وهنا، يبقى المفروض إن هو كلها عبارة عن البي في ال على أربعة، أو كام؟ لو ضربت فوق في اتنين وتحت في اتنين. طيب تمام. طب طبعا لو دول متساويين لو ده هيبقى ده، لكن زي ما انا قلت ان الحمل الديد لود هيدي هنا قيمه اكبر من اللي هنا، بس المفروض ان نتيجه الاثنين دول لما اجي اجمع دي ودي يبقى في النتيجه كام؟ البي في ال على الاثنين، البي في ال على مين؟ لما اجي اجمع الرياكشن ده وده المفروض النتيجه تديني البي في ال على الاثنين اللي هو البي في ال على الاثنين، دي صح ولا ايه؟ هو نازل من تحت قيمه الحمل اللي نازل من فوق قد ايه؟ البي في ال على اتنين، كده اداني الحمل هنا بالطن. يبقى انا باي حال من الاحوال لما اجمع الرياكشن اللي هنا زائد الرياكشن اللي هنا يديني البي في ال على اتنين، يبقى الحمل اللي جاي من فوق قده من تحت. بس ده بقى هياخد قد ايه من بي في ال على الاثنين، وده هياخد قد ايه من البي في ال على الاثنين؟ ده اللي ايه المفروض ان انت هتحفظه، وطبعا موجود عندك في جدول في كتاب شاكر كده موجود فيه لو الحمل هنا هيدي هنا قد ايه وهنا قد ايه زي ما احنا متعودين. عموما اللي يخصنا هنا في الارش سلاب من اللايف لود ان احنا هندي في حالة التحميل دي الرياكشن اللي احنا محملين عنده في النص اللي احنا محملين عنده 3 في البي في ال على 8. تمام كده؟ طب تعالى نشوف ونعوض طبعا بقى اللي هي الجي اللي احنا حاسبينها قبل كده في ال اللي احنا عارفينها اللي هي ب 16 على الاثنين زائد الثلاثة، البي اللي هو اللايف لود اللي احنا حاسبينه قبل كده في ال على 8 كده. تمام؟ تعال قبل ما ننسى بقى نشوف احنا كده جبنا الار واحد، تعال نشوف الار اتنين. هنجيب هنيجي هنا بقى وقفنا عند هنا الار اتنين، الجي في ال على 2 مفيش مشكلة، انا قلنا قدام الجي متحمل على المنشأ كله، ده هيديني هنا جي في ال واقسمهم على 2 يبقى ده النص وده النص، يبقى هي جي في ال كده اداني الحمل اقسم هنا نص وهنا نص. تمام كده؟ دي ما فيهاش اي مشكله، لكن المشكله فين؟ قلنا في اللايف لود، اللايف لود كان متحمل في النص اللي هنا بس، فهيدينا ايه؟ خد هنا احنا قلنا المفروض مجموع ده وده البي في ال على الاثنين، صح ولا ايه؟ مش قلنا الحمل من فوق هيبقى قيمته البي في ال على الاثنين اللي هي البي في الثمانية دي. تمام؟ طب انا خدت من هناك كان 3 بي في ال على 8، طب هنا يبقى ايه عشان يديني المجموعهم 3 بي في ال على 8 زائد كام؟ يديني بي في ال على الاثنين، عايزة اخلي المقام كله متساوي، يبقى اضرب تحت في 4 وفوق عشان تبقى 8 وفوق في 4، يبقى انا خدت ايه المجموع هنا فوق في البسط ب 4. تمام كده؟ يبقى خدت منهم 3 من الاربعة اللي في البسط يتفضل مين؟ 1، يبقى البي في ال على 8. تعال نجمعهم، بي في ال على 8 زائد التلاتة بي في ال على 8 اللي هنا منين؟ مين الناتج من اللايف لود، وكان في هنا جاي من اللايف لود 3 بي في ال على 8، يبقى 3 1 ب 4 بي ال على 8، صح؟ 4 بي ال على 8 اللي هي نفسها ايه؟ البي في ال على 2، يبقى صح كده؟ مجموع الرياكشنات اللي جايه من فوق نتيجه الحمل اللايف لود هو بيساوي حمل اللايف لود اللي جاي من فوق. تمام كده؟ يبقى كده انا عرفت سهل ان اجيبهم ازاي، بس زي ما انا قلت في خطوه التحميل دي الار 1 والار 2 مش مهم احسبهم خالص، مش هحتاجهم في اي حاجه بعد كده. الار 2 بقى هتساوي ايه؟
هموت في القانون عادي خالص، زي ما عوضت في الارباح تجيب بونت ماشي. وانه زي ما قلت لك مش انا مش عايزه احسبهم في اي حاجه. طيب المومنت ماكسيموم، انا طبعا عايزه في خطوه التحميل دي اهم حاجه عندي، انا خطوه التحميل اللي انا احمل فيها الديد على المنشأ كله واللايف على نص الارش بس علشان اجيب المومنت. والمومنت ده هيجي ازاي؟ قلت لك احنا قبل كده بنجيب المعادله دي ازاي، بس انا مش مهم عندي ان احنا نجيبها ازاي دلوقتي. احنا هنحفظ ان المومنت عند الاكس بيساوي ال على 4 بتساوي البي اللي هو اللايف لود في ال تربيع على 64، دي هنحفظها ونعوض فيها البي اللي هو الحمل اللايف لود بيساوي 8 من 100 في ال اللي هي ب 16 تربيع على ال 64. كده معايا المومنت الماكسيمم. طبعا انا مش هصمم الارش سلاب على مومنت بس، في قوه نورمال كمان طالعه بتاثر على الارش سلاب ده. بدي بقى هتساوي ايه القوه النورمال اللي فوق دي بتساوي ايه؟ هنجيب الاول عند الاتش، هنجيب الاول عند مين قيمه الاتش، لان النورمال معادلتها زي ما انا قلت لك قبل كده اتش جذر 1 زائد 2 اف على ال. كل ده معروف، مين اللي مش معروف معايا؟ ال اتش. يبقى لازم قبل اي حاجه عشان اجيب معادله او علشان اقدر ان انا اوصل لقيمه النورمال اللي على القطاع اجيب مين قيمه ال اتش اللي هي القوه الافقيه اللي هنا. طب قيمه القوه الافقيه دي هتيجي ازاي؟ زي ما انا قلت لك لو عايز تحسبها هتسجم المومنت حوالين النقطه اللي اعلى نقطه في القرش بتساوي زيرو، هتقدر ان انت تجيب معادله ال اتش. طيب ممكن ان احنا برضو نحفظها متعبش نفسنا في الامتحان، يبقى هي دي بس اللي انت هتقدر تحفظها. قيمة المومنت اللايف لود في ال تربيع على ال 64 احنا سألناها في الشريحة اللي فاتت، وقيمة الهوريزونتال اللي احنا هنجيبها نعوض منها في معادلة النورمال اقدر اجيب قيمة النورمال. يبقى نحفظ معادلة ال اتش دي كمان في حالة التحميل دي اللي هي ب جي في ال تربيع على 8 الاف زائد البي في ال تربيع على 16 الاف. قلت لك ممكن ان انت تقدر تستنتج المعادلة دي لوحدك بسيجما المومنت حوالين نقطة دي وانت معاك معادلة الار واحد. هنعوض بقى بكل حاجه في كوميتا الجي اللي هو التبلود ب 56% في ال اللي هي ب 16 تربيع على 8 في الاف اللي هي ب 2 زائد اللايف لود اللي هو ب 8 من 100 في ال اللي تربيع ل 16 تربيع على 16 الاف اللي هي الاف بتساوي 2. طلعت معايا ب 6 9 و 6 من 10 طن، تمام كده؟ طيب احنا قلنا احنا بنجيب الاتش ليه؟ عشان نجيب قيمة النورمال. يبقى انا لازم احسب قيمة النورمال اللي عندي. قيمة النورمال بقى بتساوي ايه؟ النورمال فورس ماشي هتساوي ال h جذر 1 زائد 2 f على ال l كل تربيع. طبعا ال h انا جبت قيمتها لسه جايباها بالمعادلة انا قلت نحفظها، اعوض خالص بال h اللي هي ب 9 و 6 من 10 جذر ال 1 زائد ال 2 في ال f اللي هي ب 2 على ال l اللي هي ب 16 تربيع بيساوي 9 89 من 100 طن لكل متر، تمام كده؟ يبقى انا جبت ايه من الاول حاله تحميل؟ انا حملت القرش كله بالديد وحملت نص القرش بس باللايف لود. بعمل حاله التحميل دي عشان اجيب منها حاجتين، المومنت ماكسيمم والنورمال. يبقى انا هجيب حاجتين، طبعا ما ينفعش ان انا ايه اجيب النورمال من حاله تحميل تانية. ما دام جبت المومنت وهصمم القطاع بتاع القرش سلاب على المومنت، يبقى انا اجيب النورمال اللي بيأثر على القطاع ده من نفس حاله التحميل. يبقى انا هصمم القطاع على مومنت ونورمال. انا جبت المومنت هو ده الحاله التحميل اللي بتديني مومنت ماكسيمم، وقلت ان هو موجود عند ربع البحر عند الاكس بيساوي ال على 4. يبقى انا عايزه كمان النورمال اللي بيأثر على القطاع عشان قطاع القرش هيتصمم اندر مومنت ونورمال. انا جبت النورمال يبقى ناقص لي مين؟ انا جبت المومنت يبقى ناقص لي النورمال. قلت النورمال هيجي عن طريق ان انا عن طريق معادله، المعادله دي مجهول فيها القوة الأفقية اللي هي ال h. أرجع أجيب ال h الأول المعادلة اللي أنا قلت لك أحفظها وبعد كده أعوض في معادلة نورمال. يبقى أنا كده معايا على القطاع مين بيأثر عليه؟ مومنت ونورمال. أبدأ أصمم قطاع الأرش سلاب على المومنت والنورمال وأجيب الأريا ستيل بتاع الأرش سلاب. يبقى أنا كده صممت الأرش سلاب اللي عندي مبقاش فيه أي مشكلة. من حالة التحميل الأولى اللي أنا بحمل المنشأ كله بالهيد لود ونص الأرش بس باللايف لود، هنصمم بقى الكريتيكال سيكشن دوت اللي هو عباره عن المومنت اللي هو 32 متر طن كل متر، والنورمال اللي هو بايه؟ ب 9 و89، وطبعا سالب لان قوه النورمال كومبريشن، تمام كده؟ يبقى طب لما اجي اصمم بقى قطاع اندر مومنت نورمال كومبريشن، قلت بنعمل ايه؟ بنجيب اول حاجه الايه؟ البي بالانس عشان نعرف كان بتاع
تنشن فيلير ولا كومبريشن فيلير. طب قبل ما نعمل ده كله هنعمل ايه؟ طبعا انا بصمم شريحة من البلاطة. الشريحة دي قد ايه؟ باخد شريحة قد ايه؟ 1 متر. باخد شريحة من البلاطة مقدارها 1 متر واصممها. يبقى الحديد اللي هيطلع هيطلع لي لشريحة مقدارها 1 متر، يبقى الحديد اللي هيطلع لكل متر. تمام كده. اول حاجة لما باجي اصمم معادلة اندر مومنت ونورمال نحسبها ازاي؟ هنحسبها، اجيب الاي اللي هو بيساوي المومنت على النورمال، ونجيب قيمة الاي اللي عندي. طب وبعد كده كنت بعمل ايه؟ بجيب الاي على التي واحسب. لو الاي على التي دي طلعت اكبر من 5% يبقى انا هصمم على المومنت، المومنت هيبقى موجود معايا. لو طلعت اقل من 5% كنت بهمل المومنت وبصمم على النورمال بس، لكن طلع اكبر من 5% يبقى انا هصمم على مين؟ على المومنت والنورمال، مش هصمم على النورمال بس او على المومنت بس. فانا كده اتاكدت ان انا هصمم على المومنت والنورمال بتاعي. خلاص حسبت الاي على التي طلعت باتنين من عشرة، طبعا اكبر من 5% يبقى هصمم اندر مومنت والنورمال. طبعا بعمل كده اني كنت المومنت صغيرة جدا، فبشوف هتعدي 5% ولا الغيها واصمم الارش سليب على الكومبريشن بس. طبعا طلع ان احنا هنصمم على المومنت والنورمال. احنا عارفين لما يبقى فيه عندي مومنت والنورمال، والنورمال ده كومبريشن، كنت بعمل اول حاجة بجيب البي بالانس واعوض في معادلة البي بالانس اللي هي كانت 1144 في الاف سي يو على 6000 زائد الاف ييلد على 1.15% في البي في التي اس، ماشي؟ هيتساوي ايه؟ 1144 اف سي يو ب250 على 6000 تنزل زمان الاف ييلد ب3600، ماشي؟ ودي طبعا هي الجاما اس اللي هي 1.15%. في البي هنقول تاخد شريحة عرضها قد ايه؟ عرضها 1 متر اللي هي 100 سنتي. في التي اس اللي هو ب12 سنتي ادتني 70.45%. طب انا دلوقتي معايا البي بالانس ب70 ومعايا النورمال اللي عندي ب9.89%، يعني عندي ايه؟ يعني عندي النورمال اقل بالانس، يبقى هصمم القطاع ايه؟ تنشن فيلي. البي بالانس تبقى اكبر من البي التمت، او البي التمت اقل من البي بالانس، يبقى القطاع هينهار تنشن فيلي. ابدا ادم تنشن فيلير اعوض بيه القوانين على طول، بدخل في القوانين وابقى اعوض فيه. طيب الاي اس هتساوي ايه في القوانين بقى بتاعه تنشن فيلير؟ هتساوي الاي زائد التي اس على الاثنين مقاس الكونكريت كوفر، واعوض ان الاي اللي احنا لسه حاسبينها هي المومنت على النورمال ب32/1000 زائد التي اس اللي هي ب12% على 2 ناقص كل دول طبعا في قوس ناقص الكونكريت كوفر اللي هو 2 سنتي و2% متر مساوي 72/1000 متر. الاي اس ده بنجيبها ليه؟ عشان ندخلها في معادله المومنت اس. هتساوي الان في الاي اس، الان طبعا النورمال اللي احنا معانا اللي هو ب 8.89% في الاي اس اللي انا لسه حاسباها، جبت المومنت اس. المومنت اس ده بقى انا بصمم عليه، اقول الدي بتساوي سي 1 جذر مومنت اس على الاف سي يو في البي. الدي كلها التي كلها ب 12 سنتي. طب الدي قلنا الكونكريت كفر ب 2 سنتي، يبقى التي ناقص الكونكريت كفر يديني الدي اللي هي لو 10 سنتي يساوي سي 1 جذر المومنت اللي احنا لسه حاسبينه، طبعا مضرب في 10 اس 5 عشان نحولها الطن الكيلو من متر لسنتي. طن الكيلو في 10 اس 3 ومتر لسنتي في 10 اس 2 يبقى مجموعهم 10 اس 5 على الاف سي يو في البي اللي احنا قلنا هنفرضها 1 متر اللي هي 100، هيديني ان السي 1 هتساوي 6.25. طبعا عدت تبقى طبعا الجي محفوظة على طول ببوينت 8.26. يبقى الاريا ستيل هتساوي ايه؟ المعادلة اللي احنا حافظينها اللي هي المومنت، المومنت اس 10 اس 5 اللي هو من التحويل من طن ومتر لكيلو وسنتي على الاف ييلد في الجي في الدي. تمام كده. ناقص ناقص ايه؟ القوة اللي هي النورمال في الالف، عشان النورمال هنا بالطن عايز احولها لكيلو بضربها في الف، على الاف ييلد على الجاما اس ب 3600 على 1.15% هتساوي سالب 1 سنتيمتر تربيع. يبقى انا كده محتاجه حديد؟ لا، انا كده بيسيبني الحديد المينيمم. ودايما دي ميزه الارش سليب، ان بيحتاج حديد مينيمم اللي هو 5×10 لكل متر. يبقى ميزه الارش سليب السمك بتاعها زي ما انتم شايفين 12 سنتي، صغيره جدا. الاريا ستيل بتاعها بتاخد المينيمم بتكتفي بيه اللي هو 5×10 لكل متر. طبعا ما ينفعش ان احنا نحط في اي قطاع خرساني اقل من
من الاريا المينيمم، ودي بلاطه يبقى لازم 5 تسيخ في المتر اقل حاجه، واقل قطر في البلاطه نستعمل اللي هو 10 × 10 او 10 مللي، يبقى اقل حديد له 5 × 10 لكل متر. طب وبطب زي ما احنا شايفين دلوقتي سمك البلاطه ارشي سلاب صغيره جدا نقدر ان احنا نستعملها في مساحات واسعه من غير اعمده داخليه، ودي من الميزات بتاعتها. شكلها المعماري جميل جدا، لكن بيعيبها بقى ليها صعوبه في التنفيذ، زياده في التكلفه بتاعه التنفيذ بتاعه الشده الخشبيه، صعوبه الشده الخشبيه نفسها، صعوبه الصب، دي من عيوبها. تمام كده، تعالى احنا كده صممنا مين الارش سلاب نفسها، يبقى صممت السلابه نفسها عرفت ان سمكها ب 12 سم، عرفت الاريا ستيل موجوده اللي هي 5 × 10 لكل متر، يبقى هنحط 5 تسيخ بقطر 10 مللي لكل متر، وهنحط سمكها ب 12 سم. هو ده التصميم، ان انا احسب الاريا كونكريت والاريا ستيل. تعالى بعد ما صممت الارش نفسه، انا قلت لك انا عملت حاله التحميل الاولى عشان اصمم الارش نفسه، لكن بعد كده هعوز اصمم الهوريزونتال والفيرتيكال بيم. طيب هعوز منهم الرياكشنات اللي انا هصمم عليها الهوريزونتال والفيرتيكال بيم، يبقى انا محتاجه الهوريزونتال رياكشن ماكسيمم والفيرتيكال رياكشن ماكسيمم. طب هجيبهم منين؟ من حاله التحميل الثانيه. هي حاله التحميل الثانيه بقى اللي هي هحمل الارش سلاب كله بالديت زائد اللايف، يبقى الحمل بقى دلوقتي هيساوي ايه؟ الديت زائد اللايف، الديت اللي انا حسبتها قبل كده، وطبعا فيها معامل الامان بتاع اللي هو 1/10، واللايف اللي انا حاسبها قبل كده اللي هو برضو دخلها فيه الفاكتور اوف سيفتي بتاع اللايف اللي هو 1/6، يبقى انا معايا الحمل كله على الارش اللي هو 64 مم. طبعا احنا قلنا في الحاله دي المومنت هيساوي 0 عشان كله متحمل، كل الارش متحمل بنفس القيم. انا بقى مش محتاجه كل ده، انا كل اللي انا محتاجاه في الحاله دي الهوريزونتال ماكسيمم والايه والرياكشن ماكسيمم اللي هصمم عليهم الهوريزونتال والفيرتيكال دي. طيب الهوريزونتال بقى هيساوي ايه؟ هيساوي الدبليو في ال تربيع على 8 اف، ماشي. طبعا غير الهوريزونتال في حاله التحميل، الهوريزونتال رياكشن في حاله التحميل اللي فات، ولو عايز برضو تثبتها هنحسبها ازاي، هنجيب برضو بنفس الطريقه اللي فاتت اللي هو الار ماكسيمم اللي هو الدبليو التيميت في ال على الاثنين، اهي الار ماكسيمم ده بيقول على 2 دي عرفناها، والاتش ماكسيمم برضو هنسجم المومنت حوالين نقطه سي او النقطه اللي هي اعلى نقطه في الارش بتساوي 0، واجيب منها الاتش ماكسيمم واقدر استنتج منها المعادله دي، او هنحفظها على طول الدبليو في ال تربيع على 8 لف. هنعوض بقى الدبليو التيميت سلاب ب 64% في ال اللي هي ب 16 تربيع على 8 في الاف اللي هي بتساوي الاثنين. جبت قيمه الهوريزونتال رياكشن اللي هيأثر او اللي هيبقى هو عكسه الحمل اللي على الكاميرا الافقيه، هيساوي 10 × 24 طن، ما تنساش الحمل ده اللي هنصمم عليه الكاميرا الافقيه. طيب الار ماكسيمم اللي هنصمم عليه الكاميرا الرأسيه اللي هو الدبليو في ال على 2، ودي سهله جدا، الدبليو ب 64% في ال اللي هي ب 16 على 2، جبت الار ماكسيمم. انا بس محتاجه بقى خلاص، انا محتاجه دول كده اللي هصمم عليهم الكاميرات، وهبدا اصمم الكاميرات. بس ما تنساش انا هعمل معاك خطوه ان انا هعمل فيها اتشيك على الكونكريت، الكونكريت بتاع الارش سلاب ده هيستحمل ولا مش هيستحمل، اقل من الاف بتاعه الخرسانه المسموح بها في الكود ولا لا، اقل من الاف من قدرة مقاومة الخرسانة المسموح بيها الخرسانة دي بتتحملها ولا لا. طب اعملها ازاي؟ ال FC actual اللي هي الخرسانة متحملها بالفعل هتساوي القوة النورمال اللي على القرش، النورمال بقى القوة القرش دي افقية دي رأسية، لكن القوة النورمال القوة الكمبريشن على القرش اللي هي ال N اللي احنا لسه اللي احنا حاسبينها في حالة التحميل اللي فاتت، اللي هو القوة اللي بتأثر على قطاع القرش، هتساوي ال N ديت على ال B50 أي إجهاد بتساوي القوة على الأري كونكريت. طب القوة بقى أو القوة الضاغطة اللي هي N ماكسيموم دي هنجيبها منين؟ نرجع تاني فوق كده، ونفس المعادلة بتاعة ال N اللي احنا حسبناها في حالة التحميل الأولى هي هتحفظها مرة واحدة، H جذر 1 × 2F على L، بس أنا في حالة التحميل دي هستعمل مين؟ ال H بتاع حالة التحميل دي. الاتش بقى اللي هي 10 و20
بس 1 + 2 اف 2 × 2 على 6 على 16 كل تربيع دي 10 × 55. فانا كده قدرت اجيب مين؟ القوة النورمال او الكمبريشن المؤثرة على قطاع مين؟ على قطاع القرش. اجي بقى احسب الجهات اللي بتتحمله الخرسانة، الجهاد الفعلي بتحمله الخرسانة الموجودة عندي في القرش ده، هيساوي القوة على الاريا كونفليت. القوة بقى اللي احنا لسه حاسبينها اللي هي النورمال او الكمبريشن هتساوي 10 × 55 اللي احنا لسه حاسبينها هي طن لكل متر. طب انا عايز احولها ايه؟ لكيلو سنتي. فانا احول الطن اضربه في 1000، دي قوة طن. قوة بالطن، اي قوة بقى، اي رياكشن بالطن، ماشي. يبقى هضربها في 1000، احولها لكيلو، على البي اللي هي 100 سنتي او 1 متر، في التي اللي هي 12 سنتي، طلعت بكام؟ بتمانية بوينت 791 كيلو كل سنتيمتر تربيع، تمام كده. طبعا الاف سي اللوبل اللي موجودة عندي في كتاب شاكر هتلاقيها في صفحة 261 في جدول 5.1 ايه، تلاقي اول الجدول فوق خالص في اول الصفحة. طبعا دلوقتي في البلاطة، تعال عند البلاطة تحت وشوف سمك البلاطة، هتلاقي سمك البلاطة ب12، هتلاقيها عند اللي هي اكبر من او اقل من بيساوي، اللي جنبها يساوي ال 12 سنتي. هتخش تجيب الاف سي اللوبل هتلاقيها 7.5 بس ايه، نيوتن لكل متر، لكل ملي متر تربيع. يبقى انا عايزه اقارن دي بدي، فانا احول دي اخرى لمين؟ نيوتن لكل ملي متر تربيع. يبقى هقسمها على 10، يبقى 0.879، وهنقارنها بمين؟ ب7.5. هتلاقي ان الخرسانه متحمله اجهاد قليل جدا بالنسبه ليها مسموح لها انها تتحمل. عشان كده مش لازم انت تعمل التشيك ده، بس ايه، لازم في الامتحان هنعمله عشان الدكتور يفهم ان احنا فاهمين ان احنا سيبنا الخرسانة كمان انها تقدر تتحمل الاجهاد الكمبريشن اللي عليها، لان زي ما احنا عارفين الخرسانة بتحمل كومبريشن او بتشيل الكمبريشن، واللي بيشيل الشد مين؟ هو الحديد. فاحنا نسيب قطاع الخرسانة اللي عندي واقول له ان هو قادر يتحمل القوة الكمبريشن اللي عليه. هنقول له بقى ان بما ان السي الاف سي اكشوال اقل من الاف سي اللوبل، يبقى كده معايا الخرسانه اوكي تمام. خلاص كده، يبقى من حاله التحميل الثانيه مطلوب مني اجيب منها بس الار ماكسيمم والاتش ماكسيمم اهي، هي موجوده بثلاث تسيه فاي 22، بس هي مش باينه، انت تحولها برضو لعدد تسيه، تمام كده. خلصت كده تصميم الكاميرا، بس ليه اعمل التشيك شيت؟ القوه اللي عندي او الاجهاد بتاع الشير تساوي الكيو التيمت اللي احنا حسبناها اللي هي القوه على البي في الدي، تمام. البي اللي هي ب 30 والدي اللي ب 65 والكيو التيمت اللي احنا لسه حاسبينها 30 و70، وفي 1000 عشان احولها لكيلو، يبقى انا كده جبت الكيو التيمت. هحسب ايه بعدها؟ هحسب الكيو كريكت والكيو ان كريكت. الكيو ان كريكت ب 16% جذر الاف سي يو، بس ما ننساش نعوض الاف سي يو دي بنيوتن لكل مليمتر تربيع، اللي هي قسم على 10 250 على 10، ب 25 في 1.5، تديني القيمة دي ايه؟ في نيوتن لكل متر تربيع. عايز احولها تاني لكيلو لكل سنتيمتر تربيع، يبقى اضرب القيمة كلها في 10، ماشي. بعد كده اجيب الكيو كراكد 12% جذر اف سي يو على الجامعة كونكت، وجبت القيمة بتاعتها برضو بالكيلو لكل سنتيمتر تربيع. طب الكيو ماكسيمم اللي هي ب 7.10 جذر اف سي يو على الجامعة كونكريت، وعوضت وجبت القيمة اللي هي ب 28. طيب لو الكيو التيمت اللي عندي اقل من الكيو التيمت ماكسيمم واكبر من الكيو سي يو ان كريكت، يبقى انا كده محتاج كانت على طول. يبقى دام هي طلعت اكبر من الكيو ان كريكت، يبقى انا كده محتاجه مين؟ كانت. طيب ايه هي المعادله بقى اللي هحسب منها الكانت؟ الكيو التيمت ناقص الكيو سي يو كريكت، بقى مش ان كريكت، لا كريكت، هتساوي الان في الاريا بتاعه الاستيره على الاف فيلد بتاع الاستيره على الجاما اس في على البي في الاس، بقيت مجهول عندي بس هو الاس. الكيو التيمت اللي هو 15.76% ناقص الكيو سي يو كراكد اللي احنا لسه حاسبينها اللي هي 4.9. يبقى لما باجي اقارن عشان اعرف انا عايزه محتاجه استيره ولا اقارن بالانكراك. طب عايزه بقى احسب قيمه الاستيره اللي عندي قد ايه، اقول كيو التيمت ناقص كيو سي يو كراكد بيساوي الان في الاريا استيره في الفي بتاع الجماس على البي في الاس، اعوض بقى الكيو التيمت اللي هي 15 احنا حسبناها الموجودة عندي اللي هي 15.76% ناقص الكيو سي يو
كراكد اللي هي 4.9 هيساوي ال n، دي عدد افرع الكينة، هنعمل في الكينة فرعين يبقى 2 في الاريا بتاعة الفرع الواحد من الكينة اللي هو هناخدها باي 10 يبقى 0.785 على الفيلد بتاع الستير اللي هو 2400 على 1.1400 على البي بتاعة القمر اللي هي 30 في الاس، هو ده المجهول عندي المسافة ما بين الكينة والكينة. جبت المسافة ما بين الكينة والكينة طلعت 10.6 سنتي، يبقى ال n اللي هي عدد الكينات بقى في المتر قد ايه، يبقى الميديا 100 سنتي على المسافة ما بين الكينة والكينة اللي هي 10 يديني عدد الكينات في المتر 9.94. طبعا مش هينفع نحط كسر، هنكتره ونخليه ايه للأكبر، هنحول الأكبر يبقى 10 كينات في 10 لكل متر. يبقى انا كده عرفت عدد الكينات وقطرها في الكاميرا الهوريزونتال. تمام كده بنك خلصت تصميم الكاميرا. تمام كده حرف ال بالظبط، انا خدت الحرف ال، خدت المستطيل هنا على بعض، فاضل لي بقيه المستطيل اللي فوق 3.10 × 7.10 × 3.10 × 4.10 في طبعا الكومن كونكريت اللي هي 2.5 زائد الرياكشن ماكسيموم اللي احنا جبناه من حاله التحدي الثانيه اللي هو كان 5.12، يبقى الحمل كله اللي على الكاميرا الرأسية هيساوي 5.9 طن كل متر. نصممها ازاي؟ بنفس طريقة تصميم الكاميرا الأفقية بالظبط، أقول لها بقى على السريح لسه قايلينها في الكاميرا الرأسية الأفقية. ناخد أكبر سيكشن، هنجيب طبعا بحالة في الحالة الإمبريكال 12 10 16 12، دي الأرقام دي ده بيقول لي تربيع على 24، ده بيقول لي تربيع على 12، ده بيقول لي تربيع على 10، ده بيقول لي تربيع على 16. نجيب قيم البندنج مومنت اللي هنا، اختار القطاعات الكريتيكال. فين القطاعات الكريتيكال اللي انا هحسب عليها اكبر مومنت في النيجاتيف اللي هو 14.9، واصمم اكبر مومنت في البوزيتيف اللي هو 12.39. عايزه اصمم بقى لحد ما اوصل لاقل حديد اصمم، عايزه المفروض من كل القيم دي ان انا اصممها لحد ما اوصل للاريا ستيل مينيمم وابدا اوقف لحد كده. تمام، عند السكشن بقى الاولاني انا خدته المومنت بتساوي 12.39 هو الموجب، هقول الدي بيساوي سي واحد جزم اوبتيمال اف سي وفي البي، والدي التي كلها ب70 يبقى الدي ب65. جبت السي واحد ومنها جبت الجي، جبت الاريا ستيل المعادله بتاعته طلعت 4.641 سنتيمتر تربيع، هقسمها على الفاي بتاع 16 2.01 ادتني 4 تسيير فاي 16. الاريا ستيل مينيمم هي نفسها بالظبط الاريا ستيل اللي فات، لان البي واحده والدي واحده والفيلد واحده هي نفسها. طبعا الاريا ستيل اكبر من الاريا ستيل مينيمم زي ما ظهر، فانا هاخد الاريا ستيل بتاعتي. من كده صممت الكاميرا في شكل القرش، حتى اصمم بقى كذا سيكشن واجيب لكل سيكشن بتاعه الحديد بتاعه. وكده كل سيكشن انا عرفت بنفس الطريقه الحقيمه الحديد بتاعه، كل قيمه حديد هحطها مكان. بعد ما خلصت تصميم الكاميرا الفيرتيكال لازم اعمل تشيك شير واجيب مين الكينات اللي عندي في الكاميرا الفيرتيكال. الكيو التيميت هتساوي المعامل بتاع الشير اللي هو اكبر معامل هو 6.10 في الدبي التيميت في ال، واعوض بالظبط برضو زي الطريقه اللي فاتت اجيب الكيو التيميت واجيب الجهاد التيميت بتساوي القوه التيميت على البي في الدي، هيساوي 17.85% في الالفا 30 × 65 يساوي 9.15. اقارنها بمين؟ هقارنها بالسيو انكريكت طلعت اكبر منها يبقى اكيد محتاجه استيروب، واكيد لازم طبعا تكون اقل من الكيو التيميت ماكسيمم. طلعت اكبر من الكيو التيميت يبقى اكيد انا دلوقتي محتاجه مين؟ محتاجه استيروب. طب معادله الاستيروب بتساوي ايه؟ بتساوي الكيو التيميت ناقص الكيو سيو كريكت تساوي الان في الاريا استيروب في الفيلد على الجاما اس على البي في الاس. هعوض بقى كل واحده بقيمتها بالظبط زي الطريقه اللي فاتت، جبت الاس طلعت ب16 46، هيبقى انا كده طبعا طول ما هي لحد 20 كده في التمام، ما تزيد عن 20 عدد الكنات هتقل عن 5 كنات يبقى انا كده في حاجه غلط. ارجع اكبر الاريا ستيرب، اكبر عدد افرع الكنه، اقلل البي يعني ايه، هبدا ان انا ايه اكتر عدد اكبر اول حاجه الاريا بتاعت الاستيرب او عدد افرع الكنه. تمام كده، المهم ان هنا لازم تكون الان من 5 كنات ل10 كنات في المتر. انا اخدت الفاي اللي عندي اللي هي الفاي 8 طلعت لي، وطبعا عوضت عنها اللي هي البوينت 5.03 والفاي 8 طلع لي الاس ب 16.46
لان بقى هتزود اللي هو المتر اللي هو 100 سنتي على 13.4، اداني 6. طبعا مفيش 6 وكسر الكانت، هناخد الكان الاعلى اللي هي 7.8 لكل متر. انا خلصت دلوقتي تصميم الكاميرا الرأسية والكاميرا الأفقية. طبعا انا قلت الكاميرا الرأسية الأفقية اللي كانت عندي زي ما انتم شايفين، كان مين هنا ده مين الركائز دي عبارة عن مين؟ عن الطاي. يبقى الرياكشن اللي هنا مين اللي هيشيله؟ الطاي. يبقى ده من الحبل كان نازل كده، يبقى الرياكشن اللي جاي من هنا يبقى على مين؟ على الطاي. يبقى الطاي نفسه بيحصل له ايه؟ بيحصل له شد. يبقى الفرصة اللي على الطاي نفسها مين؟ بتتشد لبره. دي الكاميرا اللي موجودة في الشمال اهي، وجاي عليها رياكشن كده، يبقى الكاميرا نفسها بيحصل لها فعل ايه؟ ده رد الفعل. يبقى الكاميرا نفسها بيحصل لها ايه؟ شد. يبقى الفعل اللي على الكاميرا كان كده مشد، يبقى الطاي محصل له شد. قيمته قد ايه بقى؟ اللي هو الرياكشن اللي هنا. اكبر رياكشن كام؟ اكيد هيبقى الرياكشن اللي هو ده زائد ده، ده مجموعهم واحد، واحد دبليو في الاس. انا جبت قيمة الرياكشن. طب ده مجموعهم ايه؟ 1.1 دبليو في اس. يبقى هو ده اكبر رياكشن موجود عندي. يبقى الرياكشن اللي جاي من الهوريزونتال بيم اللي بيسبب تنشن على الطاي هيساوي كام؟ 1.1 في الاتش ماكسيمم اللي هي القوة اللي على الهوريزونتال بيم في الاس اللي هي المسافة ما بين الطاي للطاي، هتساوي نعوض ب 1.1 في الاتش ماكسيمم 10.24%. الاس اللي هي بخمسة متر هيساوي 56.32 طن. يبقى الاريا ستيل دي طاي، طبعا المفروض ان هو شايل وزنه، بس قطع الطاي بيبقى صغير جدا، فانا بهمل وزنه ماشي وهصممه على تنشن بس. يبقى هو مش شايل حاجة، مفيش اي احمال عليه غير وزنه، فالوزن ده هو اللي هيعمل لي مومنت، فانا هيديني مومنت قليل، فانا ههمله، ههمل وزنه خالص وهحمله على انه تنشن بس. تمام. طيب قوة التنشن زي ما احنا متعودين الاريا ستيل بتحسبها ازاي؟ او تصميم اي حاجة متعرضة للتنشن، اي element معرض للتنشن بس، فالاريا ستيل بتساوي القوة التنشن على الاي فيلد في الجاما اس. قوة التنشن اللي هي ب 56.32 بس طن، اضربها في 1000 عشان احول لها كيلو، على الاي فيلد اللي هي 3600 على 1.15. يبقى حديد التسليح المطلوب في الطاي ده 18 سنتيمتر مربع. احولها بقى لعدد سياخ وقطر سيخ اللي هو هنستخدم 8.18. ما تنساش الطاي دوت انا بفرضه ان هو مربع، وانا بجيب قطاعه ان هو مربع. تمام. فانا جبت دلوقتي الاريا ستيل، هجيب من الاريا ستيل مين؟ الاريا كونكريت. الاريا كونكريت هتساوي من 40 لـ50%، من 40 لـ50 في الاريا ستيل. يبقى هضرب من 40 × 18 اللي هي سنتيمتر مربع، يديني 720 سنتيمتر مربع، وخمسين في 18 سنتيمتر مربع يديني 900 سنتيمتر مربع. يبقى انا جبت مين كده معايا؟ الاريا كونكريت من 720 لـ900. اختار مثلا 900 واجيب جذره، يبقى انا هختار الطاي بتساوي 30 × 30 سنتي ماشي، بده قطعه ايه؟ مربع. ليه بقى انا خدت 8 سياخ ما خدتش 6؟ ده قطع مربع، و30 في 30 انا عايزه كل ضلع من او كل جنب من الجوانب بتاعه الطاي يكون على نفس عدد السياخ، فانا لازم يكون العدد ده بيقبل القسمه على 4. هقسم على 4، يبقى هما دول 4 سياخ اللي في الاربع تركان، والباقي احط في كل جنب فيهم العدد بتاعه. يبقى لازم كل الطاي كل الجوانب تبقى متماثله في الحديد بتاعها، عشان كده انا قلت يبقى القسمه على 4. تمام كده. يبقى انا كده قدرت ان انا احسب الاريا ستيل للعطاي نتيجه القوه التنشن اللي هو متحملها من الرياكشن اللي جاي من الكاميرا الافقيه، وجبت الاريا كونكريت على الطاي بتاعي اللي هو من 40 لـ50% في الاريا ستيل. كده انا خلصت وصممت الطاي. كمان ناقص لي مين بقى؟ ناقص لي الهانجرز. الهانجر زي ما احنا شايفين شايل ايه؟ من النص من هنا للنص من هنا، ده كله كان 2 يبقى نصه هنا 1، وده هنا كنا احنا فرضينه 2 يبقى من النص من هنا 1، يبقى المسافة كلها كام؟ 2. يبقى من النص من هنا للنص من هنا شايل ايه؟ 2. الهانجر ده بقى شايل وزنه ووزن الجزء من الطاي اللي تحت ده. طيب يبقى اللود اللي على الطاي هو طبعا هيبقى معرض للشد، هو شايدهم لفوق كده،
تمام، يبقى هو شادد الجزء ده لفوق عشان ما يحصلوش ديفليكشن. الحمل بقى اللي على الهانجر ده هيساوي الاون ويت بتاع الطاي، يبقى شايل الجزء بتاع الطاي زائد الاون ويت بتاع الهانجر اللي هو بتاع نفسه. طبعا لما اجي احسب هحسب على اكبر هانجر، اكبر طول الهانجر بتاعي. كل الهناجر طبعا ايه، كل الهانجرز ديت ليها نفس القطاع ولكن الطول مختلف، يبقى هاخد مين اكبر هانجر في الطول. اللي هو هيساوي بقى، هيساوي طبعا انا باخد الهانجر دايما بفردها من فوق، اللي هو نفس قطاع الطاي بالظبط، هو اللي شايل الطاي فلازم يكون قده، ما ينفعش حاجه الشايل يبقى اقل من المتشايل. فهو انا كنت حاسبه الطاي 30 في 30 سنتي، برضو هاخد الهانجر 30 في 30 سنتي. خلاص بكده الاريا كونكريت بتاعتي انا عرفتها، اللي هو نفسه بتاعه الطاي. يبقى ناقص لي بس ان انا احسب الاريا ستيل اللي جوه الطاي، ومعرض طبعا لشد وبيشد لفوق، ومعرض لشد بنفس طريقه هنحسب نفس طريقه الطاي اللي كان معرض لشد، بس احسب طبعا الحمل الاول هنجيب منه الشد. ايه هو الحمل؟ اللي هو 3/10 في 3/10 اللي هو القطاع بتاع الهانجر في الاثنين، اكبر اف موجود عندي واكبر مسافة الارش سليب الاثنين ونص لكم كونكريت، طبعا اضربها في 1/10 فاكتور سيفتي بتاع الدبلوت، زائد مين؟ زائد المسافة بتاع الايه؟ الطاي. بالصدفة برضو هي طلعت نفسها اللي هو قطاع الطاي اللي هو 3/10 في 3/10 في الاس اللي هو بتشيل، او المسافة اللي ما بين الهانجر للهانجر اللي هي 2 متر في الجاما كونكريت اللي هي 2.5. طبعا كده طلعت 1.26 طن. يبقى دي هي قوة التنشن اللي بتأثر على الهانجر. حسب لها بقى الاريا ستيل هي التيمت على الفيلد في الجاما اس، اضرب في الف هتساوي 0.402. طبعا الحديد ده قليل جدا، فانا ما ينفعش اقلل عدد الاسياخ عن 4 اسياخ، لازم الاربع تركان بتوع، لان ده يعتبر عن شورت كولوم زي الكولوم بالظبط، بتوعه زي الكولوم، لازم الاربع تركان بتوعه يكون فيها 4 اسياخ. يبقى اقل حاجه اللي هم الاربع اسياخ، والقطر اللي موجود في الهانجر بيساوي طبعا قطر الاسياخ المستعمله في الطايف فاي 18. تمام كده، انا كده خلصت تصميم كل الاليمنتس الموجوده معايا في الشكل الحديد اللي بيطلع معانا في المساله بتاعتي. تمام، هنخلص السكشن بتاعنا. في ملحوظات مهمه جدا لازم انت تكون عارفها. اي مساله ارش سهله جدا بنفس الخطوات اللي احنا خدناها ونفس المثال هتحل بيه جميع المسائل، اي مساله ارش هتحلها بيه. بس في ممكن تيجي فكره قدامك زي دي بالظبط، بص اهو نفس الارش عادي، الطاي عادي، الهوريزونتال فيرتيكال بيم عادي، ولكن قابلني ايه؟ ان في طاي خارجي شايل شايل كابولي من بره. طب هعمل ايه فيه؟ هنحل المساله بتاعتنا كلها عادي تمام زي المساله اللي فاتت بالظبط، بس هنا في وانا بحل الطاي هيبقى فيه طاي داخلي، ده هنحله عادي بالظبط زي الطريقه اللي فاتت، وفي طاي خارجي. الطاي الخارجي زاد عليه ايه؟ انه شايل حمل كابولي كمان عليه، مبقاش شايل حمله بس او وزنه بس، فلا انا مش هصممه انه بيشيل قوه الشد اللي راجعله من الرياكشن بس، لا انا هصممه ان هو شايل الرياكشن اللي جايله واصممه على الوزن اللي جاي عليه. مع الكابولي ده هيزود وزنه فهيعمل لي مومنت اكبر. طيب شوف انا جايبها لك اهي على بعضها ماشي. بدي الطاي اللي هو شايل الدي اونلي بس اللي هو في النص مش شايل حاجه، لكن الطاي الخارجي شايل وزنه اللي هو 3/10 في 2 كمان كونكريت، 1/4 اللي هي الفاكتور بتاع الدبلوت، زائد مين؟ زائد دبليو التيمت سليف في الال كابول، شايل وزن الكابول كمان معاه، فاداني حمل اللي هو 1 طن كل متر، حمل كبير اهو، والحمل ده ناتج عنه اداني مين؟ اداني قيمه للمومنت، بس القطاع ده بقى معرض لمومنت وتنشن. ماشي، مومنت وتنشن. ابدا احل بطريقه المومنت وتنشن اللي احنا خدناها في الترم الاول. تمام، هل ايه على التي؟ شوف هتطلع سمول ولا بيج اكسنتريستي، واحل القوانين بتاعتها واجيب الاريا ستيل بتاعت القطاع اللي عندي. خلاص، يبان هنا الفرق بس ان الطاي الخارجي هيتصمم على المومنت نتيجة الحمل زيادة من مين؟ من الكابولي. تعالى نشوف بعد كده فكرة تانية. طيب لو في كابولي بقى، بس فين؟ على الكاميرا الهوريزونتال والفيرتيكال، يعني في كابولي من هنا ومن هنا.
طبعا ده في كابولي هنا مين اللي هيشيله؟ الكاميرا الهوريزونتال اللي شايلها الكاميرا الفيرتيكال، يبقى اكيد الكاميرا الفيرتيكال هي اللي هتشيل مين؟ وزن الكابولي كمان. يبقى هنجيب الدبليو بتاعت الكابولي هنحطها عادي الدبليو بتاع اللي جايه لها من الرياكشن، بس هنزود عليها، وطبعا نحط الانويت بتاع الفيرتيكال والهوريزونتال، هنزود عليهم بس الدبليو التيمت سلاب بتاعت الكابولي، وده اللي هزيد عليهم بس، ونكمل حل الكاميرا بتاعتنا عادي. اهي اللي انا كنت اقول لكم عليه واحنا بنحل. بصوا حرف ال اللي هو الكاميرا الهوريزونتال والفيرتيكال، الكاميرا الفيرتيكال خدت اللي هي البي في التي بتاعتها، الكاميرا الهوريزونتال لما اجي اقول بقى البي في التي مش هاخد التي كام، هقول البي في اللي فاضل من التي من الجزء ده، تمام كده. تعالى في فكره تانيه، ان يبقوا اتنين قرش من بعضهم، ممكن يكون القرشين دول متساويين، القرش ده اللزبان بتاعه ضد القرش ده، ممكن يكون اللزبان ده غير اللزبان ده، تمام. لو اللزبان ده قد اللزبان ده طبعا هتحل القرش ده كامل لوحده والقرش ده كامل لوحده، لو هما متساويين خلاص تمام، بس هتحل طبعا هوريزونتال فيرتيكال دي عادي خالص، والهوريزونتال فيرتيكال دي عادي. تبقى المشكلة عندي في مين؟ الهوريزونتال والفيرتيكال اللي في النص. طبعا لو القرش ده قد القرش ده هيديني ان الرياكشن الهوريزونتال ده قد الرياكشن الهوريزونتال ده، فده هيلاشي ده، فمش هحتاج كاميرا هوريزونتال، هتبقى الفيرتيكال بس، والفيرتيكال ده هيبقى عليها الرياكشن اللي جاي الفيرتيكال من هنا، الرياكشن اللي جاي الفيرتيكال من هنا، هيبقوا اتنين في رياكشن واحد فيهم لو هما متساويين، تمام كده. الهوريزونتال هيلاشي الهوريزونتال دي في حاله ان يبقى اللزبان ده متساوي مع اللزبان ده، لو اللزبان ده 35 في 35 او ده 30 وده 30 كذلك ده، لكن بقى اللزبان هنا غير هنا، اللزبان ده هي غير هنا، طبعا لو هما متساويين الكاميرا الهوريزونتال هنا هتلاشي الرياكشن الهوريزونتال من هنا، مش هيبقى في كاميرا هوريزونتال، الكاميرا الفيرتيكال هتشيل اتنين من الرياكشن الفيرتيكال. طيب لو هما بقى مختلفين هنحل القرش ده لوحده وهنحل القرش ده لوحده، ونجيب مين؟ الكاميرات الخارجيه، مفيش اي مشكله، هي كل المشكله فيها فين؟ في الفيرتيكال، الكاميرا الفيرتيكال الداخليه. لما اجي بقى اشوف الكاميرا الفيرتيكال الداخليه هتديني هنا اتش غير دي، اكيد اكيد الاتش اللي هي في اللزبان الكبير هتبقى اكبر من الاتش اللي في اللزبان الصغير، الرياكشن الهوريزونتال هيبقى اكبر من هنا، يعني هيبقى في رياكشن اكبر من رياكشن، يبقى اكيد في دلتا اتش، يبقى يا اما اعمل كاميرا تشيل الدلتا اتش واعملها انها تشيل، يعني مثلا لو الحمل هنا الدلتا اتش هنا طلعت اكبر، يعني الاتش اللي هنا اكبر بدلت، يبقى الحمل اللي هنا جاي اكبر، يبقى الدلتا اتش اللي هنا يبقى اعملها كاميرا يمين. طيب انا مش عايزه ادخل في الموال ده، يبقى في كاميرا فيرتيكال في النص مش عارف هي يمين هي شمال، طب الحمل جاي لها من اليمين، طب الحمل جاي لها من الشمال، طب اعمل ايه واتصرف ازاي؟ هشيل، مش هخلي فيه كاميرا هوريزونتال في النص خالص، تمام. هنعمل ايه؟ مش هخلي ان فيه كاميرا في النص خالص، يبقى فيه هنا ايه، ادي القطع اللي عندي متعرض مرتين، متعرض من هنا مثلا لدلتا اتش حسب بقى جاي الكبير منين، ومتعرض للحمل من فوق، يبقى هحل القطاع ده مرتين، مره على ان هو ده التي واجيب الحديد اللي هنا، طبعا الحمل جاي من هنا يبقى اكيد الحديد هيبقى هنا، صح ولا ايه؟ هيبقى المومنت كده، ومره لما يبقى الحمل فوق ويبقى هاخد ده هو الدي، صممنا عادي خالص واجيب من هنا الحديد اللي عندي، بجيب دبليو اتش وجبت الدلتا اتش، اتش واحد ناقص اتش اتنين، وجبت التركينه بتاعته، ابدا اصمم مومنت عادي خالص، والمومنت الدي سي واحد جزء المومنت، واجيب حديد اللي جاي من لو الدلتا اتش هنا هي الكبيره، لو الاتش الكبيره جايه كده يبقى اكيد الحديد هنا. طيب لو هنا الفيرتيكال بقى اللي هما الاثنين فيرتيكال اللي هجمعهم اجيب منهم الحديد تحت، تمام كده. بس في الحاله اللي هي في الهوريزونتال الدي بتاعتها تبقى بمين؟ 35، لو دي 40 يبقى دي هنا ب 35. طب في حاله الفيرتيكال هاخد الدي بمين؟ دي 80، باخد 75. تعالى نشوفها بطريقه اوضح، اهو ظهر عندي اهوت، مفيش اي مشكله في القرش ده والقرش ده، هنحل كل ده عادي خالص. تظهر عندي المشكله هنا، في هنا اتش واحد وفي هنا اتش اتنين، تمام. طيب وفي هنا بي واحد وفي هنا بي اتنين، البي واحد مفيهاش مشكله، هجمع البي واحد ادي البي اتنين، تمام كده، زي طبعا حمله. طيب هنا في دلتا اتش، وليكن مثلا الاتش الاتش اتنين هي الاكبر، وليكن الاتش اتنين هي الاكبر، يبقى دلتا اتش هتبقى اتجاهها كده، تمام. اصمم بقى الكاميرا مرتين، مره على البي واحد وبالدبس بتاعي اللي هو 70 واجيب منها الحديد اللي تحت، ومره اخد الكاميرا كانها كده بالظبط ماشي، والدبس بتاعها اللي هو 40
واجيب منها الحديد اللي هنا. تمام كده، يبقى اصمم مرتين على المومن واجيب حديد فوق وتحت. خلاص يبقى اجيب حديد مكان اللي بيأثر عليه. تمام كده مفيش اي مشكله. يبقى اصمم كاميرا مرتين، مره بدي واحده في اتنين هنا، مره بدي الدلتا. طب لو الدلتا اتش هنا الكبيره، الاتش هنا هي اللي بندي حمل كبير، يبقى الحديد هيبقى هنا كتير. خلاص يبقى هنا البي هنا كتير ده. شكرا على حسن سماعكم لسكشن الارش سليب، ان شاء الله نتقابل في سكشن اخر. سلام عليكم.